واش الدراري معاكم ياسر كيف ديما فيديو جديد شخباركم الدراري شخباركم الدريات نتمنى نتوما تكونوا بصحة جيدة لا نتوما لا الحيوانات ديالكم عيد مبارك سعيد بعدا الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وباش ما كتمناو بالنجاح والمغفرة والزيادة في الرزق دونك عيد مبارك سعيد عليكم اليوم صراحة شي حاجة ناقصة وبزاف لا فيديو ناقص بلو ناقص البلبلة ديال بلو بلاش ناقصة شي لعيبة مايمكنش نبداو فيديو بلا بلو مستحيل نبداو الفيديو بلا بلو ما يمكنش واش بلو بلو دابا شي 3 ايام انا ما شفتوش تقريبا دابا شي 3 ايام يلاه جيت البارح وصراحه واحد الشو حتى هو توحشني ياك بلو نحك ليك ناقصه بزاف الامور اللي صراحه تعودنا عليها في لي فيديو اللي دازو اللي هو الحضور ديال بلو معنا واش نقول لكم انا صراحه شخصيا ما كنتش مازال اول باغي ندير شي فيديو بلا بلو دونك هاد الفيديو هادي غادي ندوي على المود ديال بلو علاش مات شنو المستقبل من هنا لقدام يعني غنحاولوا نوضحوا شويه الامور حيت بزاف الدراري كيسولوني خيا سير بلو باش مات خيا سير كيفاش مات بلو خيا سير واش غتعاود تجيب شي فريخ خويا سير اشنو المستقبل من هنا لقدام ان شاء الله اليوم غادي نحاول ندوي على شي كامل من ا حتى لزيل باش نتوما توضح لكم الصوره وتعرفوا شنو الجديد وشنو غيكون وشنو ما غيجيش الوغ اول حاجه ندويو على المود ديال بلو اشنو السبب تاع مات بلو كيفاش صرا هذا الشيء كيفاش كانت الحاله ديالو حتى مات الوغ اول حاجه اللي غادي نقول لكم كنتو عارفيني لا من ناحيه الماكله لا من ناحيه لي بروغرام اليمونتير لا من ناحيه بزاف الامور اموري مقاده الحمد لله وبلو كان بصحه جيده ما غاديش نقول لكم صراحه كان بصحه جيده الماكله مزيان الشراب مزيان اللعب فري فلاين ايتو كان بلو بخير الحمد لله المرضى ديال بلو جات فجائيه فريمون لدرجه الفرق نورمالمون كيضعف كيمرض كي شويه عاد كيموت بلو صراحه داكشي جا فجائي ما فهمتش كيفاش هاد الحاله صراحه الله انا حاليا باقي ما لقيت حتى تفسير استشرت مع لي فيتيرينير في المغرب ما كيفهموش في الفراخ بزاف دونك كيقول لك لا هادي عمرني انا ما درت مرني ما تعاملت مع الفراخ وكذا لدرجه واحد الفيتيرينير كيستشر معايا انا في الامور ديال الفراخ الا جا عنده شي فرخ ولا شي لعيبه انا كنقول ليها اش ديرها اش دير وصراحه كان هاد الشيء وهاد الفهمات وهاد هاد العرف اللي كنعرفو شويه صراحه تقاد ليا مع بلو ما عرفتش كيفاش مرض ما عرفتش بزاف الامور حاولت نتخيطيه درت لو ماكسيموم صراحه الله ما قدر الله ما شاء فعل دونك نبداو اشنو كان عند بلو الوغ بلو كان بصحه جيده كيف قلت لكم فجاه ما بقاش باغي ياكل ليا فجاه ما بقاش باغي ياكل ليا كياكل كياكل اوكيرد اللي وكلتها لي ولا كيردها ثاني حاجه ولات البصقه ديالو فريمون بيضه ولات البصقه ديالو جاريه بحال الحليب الوغ هنا ملي كتكون البصقه جاريه بحال الحليب سي اون سالمونيلوز ولا سالمونيلا اللي صراحه معروفه انها سي ان فيروس ولا فريمون قاتله وبزاف لا مشات تشدات في الفرخ مزيان غالبا كتكون لافان ديالو وكاع الى برا الفرخ غالبا ما كيطولش حاولت نتخيطي ضد السالمونيلا حاولت شريت ليه الدواء حاولت نداويه حاولت ندير معاه الامور اللي خاصو ولكن المشكل اللي كان عند بلو اللي قلت لكم هو انه كيرد كنعطيه الماكله فيها الدواء كيردها كنعطيه الدواء بوحدو كيردو كيشرب غير الماء بوحدو فيه الدواء كيردو دونك هنايا صراحه ما شنقول لكم هذا الامر هذا ديال الردان ما ساعدنيش ان بلو يتعالج بقيت معاه شويه بشويه الحمد لله كان تحسن واحد اليومين من وراها ما رجع ما كياكل غد ليه فريمون دار الشوت صعيبه اول حاجه ولا كيفقد ليكيليبغ ديالو التوازن ديالو ولا كيفقدو الشهيه تسدت ليه بمره ما بقاش باغي ياكل هنا بدا كيضعف بلو صراحه هنا بدا كيضعف هو كيضعف وانا كنزيد نتعلم عليه هو كيضعف وانا كنزيد نتعلم عليه ولفت بلو واحد الصوره ولفت واحد صوره زوينه صحيح كينقز واتى ولا فجاه ولا فهاد الحاله هادي صراحه سبحان مبدل الاحوال بقيت غادي معاه في لو تريتمون كنحاول ناكلو الافانتيان حيت الزوان مابقاش باغي يقرب ليه البيض مابقاش باغي يقرب ليه الخضره مابقاش باغي يقرب ليها دونك هنايا كتزيد الكرش ديالو كتجرى كيزيد يمرض هويا كيزيد يضعف انا اون فوا ملي وصل هاد الحاله هادي صراحه شغنقول لكم الاعمار بيد الله ولكن كنت عارف بلي كيولوا لي الدار لا ان شاء الله غادي يبرا كنقول لهم شوفوا ملي كيوصل الفرخ لهاد الحاله هادي صعيب انه يبرا شي اون فوا الفرخ يكون مريض خاصو يكون غير كياكل شي اون فوا كيكون كياكل هنا ما كاينش المشكل غادي يتعالج باذن الله باغ كونط الا الفرق ما كياكلش اولا الحيوان اون جينيرال ما كياكلش اولا كياكل ماكله وكيردها هنا صعيب على الفرق انه مسكين يبرا وصعيب انه يقاوم هاد الامور هادي خدمت معاه بانتيبيوتيك اونتي باكتيريان باش نحيدو منه لا كان شي باكتيري خدمت معاه بلا جولي رويال اولا
لا جولي رويال ديال النحل سميتو اللي واش غداء ملكي ولا شي لعيبه بحال هكا. المهم لا جولي رويال اللي صراحه حتى هي مفيده ومفيده بزاف للطيور، كتقوي لهم المناعه، الصحه ديالهم كتكون مزيانه. اش غنقول لكم، بلو ما بقى قابل لي حتى حاجه ياكلها، لا حول ولا قوه الا بالله. وصراحه اللي زاد ألمني واللي ماشي ألمني، هو سي بغى ألمني واثر فيا بزاف صراحه، واللي خلاني انني نتشبث بالحيوانات اكثر فاكثر هو مسكين بلو. اش نقول لكم، كان مريض وكان ضعيف بزاف وما بقاش كيقد كاع يطير، كيشدوه الدار كيبغيو ينعسوه عندهم هكا باش يبقى دافي. مسكين كيحاول يطير ويجي عندي، يعني كيتقاتل باش يجي عندي، كيحاول كيف ما كان معايا هو صحيح وفيدل وما ما ما خطانيش، بقى معايا فيدل هو مريض. هادشي صراحه اللي قلت لكم، انا كنفتقد هادشي في البشر، ما كاينش في البشر الا من رحم ربي. باغ كونط الحيوانات شو مسكين مريض وحالته صعيبه، ومع ذلك يحاول يجي عندك وما يبعدش عليك. هادشي صراحه اللي من الاسباب اللي خلاتني ما نبعدش على هاد لو دومين هذا، ساشون كو ملي براد بلو مات قلت انا الله يجعل البركه، فريمون قلت الله يجعل البركه. كنت مقلق بزاف ديك الساعه، علاش؟ حيت كنسول منين جاني انا هاد المرض هذا، ومنين تكونطامينا بلو، منين جا هاد المرض. ساشون كو انا كلشي نقي، الامور مقاده، الماكله في الوقت، كلشي مزيان. دونك هنايا المشكل اللي كنسطر عليه في المغرب هو انك ما تقدرش تدبر جميع الامور. مثلا ملي غتكون في برا، مثلا فرنسا ولا بلجيكا ولا ليطالي ولا فين ما كنتي، مهم فوت غير المغرب مثلا، كتقول لا الزوان عندنا هنايا في فرنسا مزيان، ما يمكنش يكون مغشوش، الفيتامين مزيان ما يقدر ما يكونش مغشوش. لا كتجي فوالا، بما عطيت واحد الخضره اللي كان مرشوش عليها شي لعيبه وكلاها. باغ كونط انا في المغرب كلشي فيه الشكوك، الزوان مشكوك فيه، الماء مشكوك فيه، الفيتامين مشكوك فيه، الخضره مشكوك فيها، القفص مشكوك فيه، باصق عليه شي حميريطه، كل يعني كل شيء هنا مشكوك فيه. كيفاش غادي تضبط هاد الامور وكيفاش غادي هاد الشيء كيزيد يخليني انني هذاك ليد ديال اون انيمالغي ولا واحد لو ستور ديال لي زانيمو كنفكر فيه وكنزيد نفكر فيه، سورتو بخصوص الطيور. صراحه كنفكر ندير ان ستور لي اولا الاماغازان بالعربيه اولا شي محل ديال هاد الشيء اللي غادي يكون فيه الامور موثوقه والامور مزيانه والامور صحيه. المهم الا عجبتكم الفكره بانوا ليا في لي كومونتير، انا ما غنديرهاش دابا ولكن غادي مع الوقت ربما تكون. دونك اللي عجبتو الفكره يبان هنا في لي كومونت. هذه هي الحاله اللي وصل ليها بلو، مسكين مرض وعيا بزاف ومات، وهادشي بظرف وجيز، لله ما اعطى ولله ما اخذ. خلى بلاصتو كبيره، خلى بزاف الامور يعني. وهنايا ان شاء الله غادي ندوي على المستقبل اش غادي يكون. دونك بلو شي حاجه اللي عمرها ما غتنسى، بلو شي حاجه اللي غادا تبقى خالده في القلب ديالي، سورتو الا نساوه الناس انا جامي غادي ننساه، ديما غيبقى احسن اكسبيريونس، اول فرخ انني ربيته ودريسيته. دونك بلو شي حاجه زوينه وعمرني ما غادي ننساها. الناس اللي ما كيعرفوش بلو ممكن تشوفوا في لي فيديو اللي فاتوا، بلو ديما كان حاضر معنا، وهذا هو بلو. الله يرحمك ولدي، وجامي نساك، جامي نساك، جامي نساك، ديما غتبقى في لو كور، ديما في القلب، ديما في الذكرى ديالنا. اولا سي باغاب في الشكل كان مفروح بزاف، هذا هو البلان الخوت. ندوزو دابا لافنيل، ندوزو دابا للمستقبل ديال لاشين واش غادي يكون. الوغ انا شخصيا كنت باغي نحبس، قلت الله يجعل البركه، قدمنا ما يكفي لهذا العالم ديال الطيور، والحمد لله اكثر من 80 فيديو، كله معلومات، كله بزاف الامور. دونك ان شاء الله الدراري سيقوا لي لي ميساج، قياسير سورتو في انستغرام وفيسبوك، سيقوا لي الدراري بزاف لي ميساج، قياسير ما تحبسش، خليك معنا، ديرنا لي فيديو ديما الجديد، ما كاينش اللي كيفيدنا من غيرك. انا كنقول اش قالوا لي فانز، عاد حسيت هاد النهار تخرجوا لنا ماشي قنت، راه موجودين هذوك اللي عندو شي شيم، عندو شي شيم كيتسنى كتقول شي لعيبه باش يجي يلقاو حسيت راه موجودين. هما اللي قالوا لي فانز، اللي قالوا هما اللي كيختارهم فيه ماشي انا اللي كنقول. خياسير كتفيدنا بزاف، خياسير كتقدم لنا المعلومه بطريقه زوينه. دونك تحت الطلب ديالكم ان شاء الله ما غاديش نحبسو، ان شاء الله غنبقاو نقدموا دي فيديو اللي نفيدوا فيها الدراري، وكلشي يستافد، كلشي يتفرج، كلشي نكملوا هاد لافونتور ديال ياسر فلوغ. دونك هادشي بالنسبه للافنير ديال اليوتيوب. دونك باقا لا شين ياسر فلوغز، باقي كلشي امر. دابا غادي ندويو على واش غادي يجي شفر اخر، واش غادي يجي رومبلاسي بلو، اشنو النوع اللي غادي الفرق اللي غيكون، اشنو حتى فرق ما غياخذ بلاصه بلو. هادي سي سيغ و امبوسيبل ان بلاصه بلو، زعما ما كاينش اللي غيعمر بلاصه بلو مهما كان
الفرق اللي غيجي ومهما كانت الامور اللي غادي تجي. غتكون هناك اكسبيريونس اخرى، تجربه اخرى، غادي يكون فيلين اخر، ولكن فيلين ولا الشعور اللي كان مع بلو شي حاجه بشكل صراحه الله. الو غادي شي جوبونس غادي ندير انا سيباراب اخر، شي انسيباراب اللي غادي جوبونس غادي يكون زرق والله اعلم. غيجي انسيباراب، دونك كتبوا لي شي سميه اللي عجبتكم، بغيتو نسميوها بهذا السيباراب كتبوها لي في لي كومونتير، شي سميه زوينه اللي تجي معاه. انا في بالي واحد السميه صراحه، ولكن الا بانت لي شي سميه زوينه كتبتوها في لي كومونتير غادي نقد نديرها. هذه دو ان كنفكر انني نجيب انا سيباراب زرق. ثاني حاجه كنفكر نجيب شي مولينا سولين، مولينا سولين يقدر يطلع لكم هنايا، فوالا نحط لكم الصوره ديالو هنا مولينا سولين. غنقد نجيب واحد من وراه كنفكر نجيب شي اغاغونا، هذا هو اللي كنفكر فيه، وشويه بشويه تنحاولوا يديروا بلاصتهم حتى هما، غير نحاول نخدم معاهم. ولكن لافونتاج والحاجه اللي زوينه ديال لا سيباراب اللي غيجي هو غادي نقد ندير معكم يعني واحد لا فورماسيون اولا واحد كيفاش واحد المعلومات اللي غادي تعطاهم من الصور، يعني غنقوم تبعينو بلي فيديو ولا ما ضربوا الشواب لعينو مات. غادي نقعد ندير لكم دي فيديو يعني من الصغر حتى غيكبر، هكا اللي بغى يبدا يربي شي فريخ غادي يربيه معايا دقه دقه ونوريه كيفاش يتعامل معاه. دونك هذه هي الفيديو ديال اليوم الخوت، نتمنى ان تكون وضحت لكم الصوره كيفاش مات بلو، علاش مات بلو، اشنو لافينيغ ديال لاشين يوتيوب، واش غادي يجي عاوتاني شي فريخ اخر، هذا هو البلان الخوت. نتمنى نكون جاوبتكم على الاسئله ديالكم، شكرا على لي ميساج ديالكم، شكرا على الامور كامله اللي كديروها معايا. بلا بيكم عائله ياسر فلوغز، لاشين ياسر فلوغز ما كانش غادي تكون. شكرا لكم بزاف، ميرسي الدراري كاملين، تحيه خاصه للناس القراب بزاف اللي ساندوني ووقفوا معايا في المود ديال بلو، شكرا لكم بزاف الدراري اللي عيطوا ليا، الدراري اللي راسلوني، هذا هو البلان، شكرا لكم، ميرسي بوكو، عيد مبارك سعيد مره اخرى، الله يدخلها لكم بالصحه والسلامه، كان معكم خوكم ياسير، السلام عليكم ورحمه الله.